النظر اللي هو أنه تفتح الحقيقة بالمستقبل ما خرج لها كلهم تعيد كتب بس إذا تطرحوا إليه كلام لاحظ كلهم مثل إذا أخذهم اتهام كيف ما يفهمون من سرعة بعض المواقع الناقلة في أسئلة الدكتور وسيمحني بذلك اللي هو وش حق سيمحني بدخل الحوار مع بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وأشرف المباركة أعدكم مبارك سعيدنا. أود أن أشكر موقع مكان 49 على هذا اللقاء ديالنا اليوم حول هذه الوقفة اللي بدات من طرف النقابة. سؤال مهم وفي الحقيقة جاء في واحد الوقت اللي الوقت المناسب. أنا ما عمرني أرفضت الحوار أنت أي نقابة طلبت لقاء مع الرئيس، ما عمرني رفضت الحوار ديال هذه النقابة. هو أنا من الناس اللي باب ديالي مفتوحة للجميع، بابي مفتوحة للجميع، ولو بعض المرات كنت لقاو مع الموظفين بلا كاع طرف، وبعض المرات أنا كندير زيارة عندهم وكنشوف وكنسمع المشاكل ديالهم ونشوف الخصص اللي عندهم ونشوف المعاناة اللي كاينة لأجل باش الموظف يخدم في واحد الجو مرتاح علاش باش تكون حتى المفروض فيها. انا في الحقيقه هذيك الوقفه هذوك داك الشيء اللي كان يتقال انا بالنسبه لي كان محاكمه، انا كنعتبرها محاكمه، انا ماشي حتى تهاب، انا كنعتبرها محاكمه. ولكن انا قلت غادي نرجع حنا الى هذه القضيه نتاع الوقفه. انا ما توصلتش الطلب، انا كنت في الرباط مشيت لاجل باش نحضر في الجلسه في البرلمان، ما توصلتش الطلب وما كانش طلب، ولكن اخر منين جيت تفاجات بالبيان اللي علموا عليه. لا بالعكس بالعكس، لا إضراب ولا نقابة ولا هذه ولا تعلمنا على إضراب ولا حق مشروع، وحنا من الناس اللي كندعموه، وحنا من الناس اللي حلينا لهم مجموعة المشاكل اللي ما تحلتش سنين. ولكن مع ذلك أنا كانت عندي الجرأة، كانت عندي الجرأة لأجل باش نسوي ونحل المشاكل نتاع الموظف نتاع الجماعة اللي كنعتبرو أنا موظف مقهور، الموظف حاجة ماسة لأجل باش تدفع منه. ولكن كاين بعض الموظفين اللي يكون لنا واليهم قضية المستشار ولا نعم كانت تعليمات من عنده، ولكن ما كانتش تعليمات لأجل باش ما يجيش الوقفة، بالعكس التعليمات أنا اللي كان عندي كان في البيان وقفة احتجاجية، ما كانش إضرار. هنا لو كان إضرار يكون كلام آخر، ولكن انت مادام علمت على وقفه، الوقفه عندها واحد الوقت، تم واحد لا تسالي الوقفه وترد الوقت اللي كتسالي الوقفه، يخص كل واحد يرجع للمكاتب ديالو، لحقاش حنا المواطن في حاجه ماسه الاداره وخصو يجي يلقى الاداره مفتوحه. ولكن ملي كيكون اضراب راه كيكون الاعلان، راه حتى المواطن كيتبع، راه كيتبع في المواقع ودار الجماعه. راه بعض المرات كانوا مني كيكونوا دوك الاضرابات والاخر كتلقى الموظف يقول لك ديال السيمانه الجايه ولا النهار الفلاني راه كاين الاضراب ما غاديش يخدموا، راه كاين الفرق ما بين الاضراب وما بين الوقفه. انا هذا هو اللي حتى عليه النائب ماشي حتى المستشار، هذا باش نوضحوا، هذا راه نائب الرئيس، والرئيس من كيغيب راه ولا وانا ما نقولوش، راه بالنيابه، راه بالنيابه يخصو يسهر على التسيير وعلى المرافق الجماعه، يخص تكون الاستمراريه. Thank you.
الكثير من التدريب يتأكد المواطنين يعني أنه وش كم أخطأت يعني أخطأت من الجيش البيتية تأكد لا شوف بالنسبه للوثائق بالنسبه للشركه ولا ما خطاتش وماشي هي اللي نشرت المصلحه هي اللي نشرت بتعليمات من عندي انا علاش هذوك الوثائق دي شمول هذه الوثائق هو كانوا في المواقع واحد المجموعه المواقع اللي تسربوا هذه الوثائق وشكون اللي سربهم سربهم هو مول هذا السي العراس العراس هو اللي استلم هذه الوثائق ما خلاش لمن عطى هذه الوثائق وداروا في بعض المواقع ومنين داروا في ذيك المواقع راه وجهوا لنا تهمه وراه كيقول لك اودي راه كاين تهم انا هنا علاش في المثال انا كنت تمنيت النقابه الدافع على هاد الموظفين اللي تاهم السيد بانما فاسدين بانما سارقين بانما راه مزوروا الوثائق داخل الجماعه اعطاو هاد الرخص نتاع التعمير اعطوهم في واحد الوضعية غير قانونية واتهم الموظفين واتهم هنا حتى النائب ديال الرئيس وانا ما يمكن ليناش نبقاو ساكتين علاش خصنا نوضحوا للرأي العام بانما السيد ما راهش على حق ها الوثائق اللي عطات الرخص اللي داو هاد الناس هادو في اطار واحد اللجنة موسعة فيها الوكالة الحضارية فيها العمالة فيها الجماعة فيها وكيدرسوا هاد الملفات راه إذا ما كانش ما عندوش الحق راه ما يمكن لهمش يعطيو شي رخصة في واحد الحي كيما بغى يكون حي ذوك الأحياء نقيسة التجهيز أو كنسموها أحياء نقيسة التجهيز ما تجيش واضحين ولكن السيد عنده واحد الرسالة اللي كيرسلو المحافظ كيقول له الأجزاء ديالك في هاد القطعة الأرضية راك أنت بعت كثر من الورطة أخرين وحنا هنا بعد الشركة لا علاقة لها من هاد الشيء ولكن المصلحة وضحت للرأي العام وهذوك الوثائق ماشي الجماعة اللي هذوك الوثائق كانوا يدوروا في المواقع ما خلاوش على من كانوا حنا انا شفتهم في مواقع قبل ما نعلنوا حنا كاع نقولوا قال نوضحوا للرأي العام نشرهم هو صاحب هذه القطعة الأرضية انا والله اخي شوف والله عليك الى جينا كنت عليهم ما حتى دويت لهم الدار في الكاسب قال هذا دار تدوينه مستشار دار تدوينه ولكن ما سمع حتى شي موظف واش هذا الموظف عندنا داخل الجماعه واش هذا الموظف خارج الجماعه واش هذا الموظف كانت عنده علاقه عندهم حسابات شخصيه واش ما عرفناش ما سماش الموظف وانا اتحدى شي حد يقول لك فلان انا بغيت حتى على الموظف اللي قالوا دي فلان راه قالوا هذا الموظف راه فلان ولغيت عليه قلت له قول لي واش عندك شي حاجه مع المستشار قال لي لا انا عندي والو معاه هو السي زروالي انا لغيت عليه قلت له دي قول لي واش عندك شي حاجه مع المستشار لغيت عليه فلاجي عندك شي حاجه انت مع فلان قال لي انا ما عنديش مع فلان وقلت له علاش قال لي انا عرفت انا راني عرفت كنت كنقصد ولكن انا ما اتهمش هذا السيد انا ما اتهمش هذا الموظف ولا كاين شي حد اللي انا كنقول لك الا كان شي حد يبينوا لنا العكس واش حنا درك الا جينا نتعلموا مع هاد المواقع راه نبقاو دائما الاضرابات ونبقاو دائما حنا سادين الجماعه وهاد الشيء راه ماشي مخش الرئيس راه يقولوا فيه قليل واش النواب راه يقولوا فيهم قليل واش الموظفين راه يقولوا فيهم قليل وحنا راه كيجيو شكايات من الموظفين ودخلنا عليك بالله انت بعض المرات المقاطعه خصها تحل مع 9 الصباح العشرة عاد تحل المقاطعة روح في الفطر الحداش تلقى البيرويات مسدودين يجيو مع الجوج ما كانش واحد اللي قال اللهم ان هذا منكر هالمنكر فين؟ هالفساد فين؟ واش انا رئيس بعض المرات هنا يجي المواطن عندي نبغي يقول لي عندي المصلحة الوفلانية نخرج المصلحة الوفلانية ما لقاش انا فما موظف الخساد البيرو ديالو مشى من الحداش للجوج واش ماشي حرام؟ ماشي عيب؟ كنقولوا عندنا غيره بصح على هذه المدينه وغينا وعلى هذه الجامعه ولكن اجيو نبداو بنفوسنا اجيو نديروا النقد الذاتي لنفوسنا ونزيدوا لقدام وقضيه المستشارين راه الا جيت المستشار كلشي تقول له في هذا الفيسبوك موظف هذا يرد على هذا
الموظف يرد على مستشار، المستشار يرد على موظف، ولكن قلت لك ما سماش هذا. واش حنا على تدوينه غادي نوضوا نديروا عليها قيامه؟ راه لا يعقل. انا كتبان لي مهزله صراحه، كتبان لي مهزله. شوف بالنسبة لنا احنا هذا حق مفتوح، نقدروا نتحكموا فيه كي بغينا. ممكن نقدروا نديروا فيه 6 شهور، عرفت 6 شهور نقدر نخبروا، راه كان في الاتفاقية هذاك شيء واضح ما تفهمناش، نخبروا شهر قبل ولا خدامه شهر قبل ولا، نقدر ندير عام، نقدر ندير عامين، نقدر ندير 3 سنين، نقدر ندير انا حتى تكمل هذه الولاية ديالي، نقدر عقد مفتوح. ما بغيناش نكتفوا رسالة، هذا هو اللي لازم عقد مفتوح. انا شفت هذه القضيه نتاع السياسيين سبحان الله العظيم. مسكين انا السي العلالي، واحد السي العلالي هو معروف وولد بركان، بعدا خصنا نوضحوا هذه القضيه. السي العلالي معروف، وانا والله ما كنت شوف وراه هذا راني صايم. إذا عرفتو مسكين كنت كنعرفو، وما كانش عندي معاه شي علاقة ولا شي، إلا حتى جا المسكين جا لعندنا الجماعة. أنا من واحد صاحبي تكلمنا، قلت له ودي أنا راك تشوف الإعلام كنديرو واحد المجهود وكنديرو كذا، ولكن رحنا ناقصين في الإعلام. قال لي عندي واحد الصديق، قلت له مرحبا. جا عاد أنا عرفت السي العلالي، عاد عرفت السي العلالي نقول لك واحد 8 شهور ولا 9 شهور ولا، كنت كنعرفو أنا كنا، ولكن ما عنديش مع زعما عاد زعما السي العلالي. جلست مع السي العلالي وتذكرت معاه والاخر وكذا وهذه، وتناقشنا وقلت له ودي حنا رحنا كنديروا واحد المجهود وكنديروا كذا وكنديروا هذه، ولكن رحنا ناقصين في الاعلام لا والاخر. مسكين نشوف واش قال لي. قال لي انا راني موجود ونساهم في هذه المدينه، حتى انا نساعد في هذه المدينه، انا ما باغيش الماده. مازال عطانا افكار كثيره ان شاء الله اللي غادي ننزلوها على ارض الواقع. قال لك انا ما باغي لا ماده ما باغي، انا باغي تعاونوا معنا ونتعاونوا معاكم لاجل الا كان شي مصاريف تغطى وهذه والاخر، ولكن حنا باغيين حتى حنا نعطي قيمه مضافه لهذه المدينه هذه. حنا ما درناش لابيل دوف ولا درنا كذا ولا درنا هذه باش غادي، درنا شراكه عاديه راه كديرها معاه، تقدر ديرها مع مستشار قانوني، تقدر ديرها مع واحد، الشراكه ديرها عاديه ما كانش زعما شي مسطره اللي غادي. والسياسيين انا كنقول لك لا علاقه لهم مسكين دعم من السياسه ابعد معنا انا سين ولا تبع لي هذا السي العلالي. عرفت انا عاد 9 شهور اللي جلست معاه، وانا كنت كنعرف السي العلالي ولكن ما كانش عندي معاه علاقه. ابنه بركان ومعروف بالنزاهه ديالو بالصدق ديالو بالمعقول ديالو، هذا هو اللي كان. شوف الاسباب الاعفاءات ما كان اعتبرهمش اعفاءات. انا داير واحد اعاده الانتشار، باغي ندير اعاده الانتشار نتاع الموظفين. ما كانش غير بعض، مازال كاين اخرين في الطريق، كانش غير بعض كاين، ولكن اخي انا بغيت المردوديه. انا جيت 3 سنين دروك على الجامعه، كاين واحد المجموعه اللي يقول الجامعه دارت العجز ودارت كذا ودارت كذا ودارت كذا، ولكن شكون السبب؟ وماشي نقول علاش دارت العجز، لحقاش قبل حنا واحد المجموعه ديال المشاريع وواحد المجموعه ديال الفلوس اللي كانت كدور تما وكتبقى غير تما وكتبرمج وكتولي تبرمج وما تصرف، كلهم هذوك خرجتهم من الحجز الوجود، خرجتهم على ارض الواقع. غادي يبان لك الخلل ديال الجامعه، ولكن كي كنتكلم تبقى 7 الملاير ولا 8 الملاير باقي استخلاصه، واش الرئيس هو اللي غادي يمشي يجمعها ولا 8 المليار باقي استخلاصه؟ 60% ما كتخلصش النظافه ما محصياش، وزيد نعطيك واحد المجموعه نتاع لي رخص، واحد المجموعه ديال القهوه، واحد المجموعه اللي ما محصينش لا في الطراسات لا في كذا لا في هذه لا. واش الرئيس هو اللي غادي يمشي يحصي هذا الشيء؟ واش انا اللي غادي نمشي ندير هذا المجهود؟ واش الاسواق نعطيك مثال في الرياض ما عمرو خلص، سوق المسيره زيد 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 زيد، واش الرئيس هو اللي خصو يدير هذا الشيء؟ واش كون انا كننزل انا في المثال كنعطيك واحد الفكره، انا
فكرة نجيب لك، أنا نعطيك فكرة ولكن أنت موظف، أنت كذا، أنت اللي خصك تطور الفكرة، وأنت اللي خصك دير المجهود، وأنت اللي خصك. أنا اللي عليا نجي ننفذ معاه. أنا شوف أنا منين جيت، أنا قلت لهم ما يمكن لكمش تقولوا لي أنا، جيبوا لي أي واحد اللي كتسالوا الجماعة عيبكم وعاركم إلا نسيتوا أنا عندي في البيرو، عيبكم وعاركم إلا شديت شي حد وحيتو قطعتو ورميتو. اللي تسالوا الجماعة شي سنتيم خصو يأدي الجماعة، يأدي الجماعة. واش منين وصلنا حنا 8 د الملايير باقي استخلاصوه وأنا كنتفرج ما يمكن لياش، أنا خصني ندير إعادة الانتشار. شوف القرض، انا عارف بان ما يعطيوكش القرض، انا عارف قبل ما نشد احد المجلس، لحقاش كنت داير 6 سنين المعارضه، وانا درت 6 سنين المعارضه انا كنت عارف الجماعه مكوليه، انا كنت عارف الجماعه غادي يلقاو واحد المجموعه ديال المشاكل اللي غادي نتلقاوها. ولكن راه ما يمكنلكش القرض، راه بحالك بحال شي مشروع عندك، الجماعه بحال بحال شي مشروع عندك، المداخل عندك الفائض يعطيوك، ما عندكش المداخل ما عندكش الفائض راه ما يعطيوكش. هذا خص تحط ملف، انا ما حطيتش ملف على القرض، ولكن لا يقدر يعطيوك واحد القرض وكي ما يعطيوكش. انا ملي مشيت لفات ماشي ما يعطيوك ذاك القرض اللي بغيتو انت في المثال 5 د الملايير، ما يعطيوكش 5 د الملايير. لا لا ما كاينش، ما كاينش، لا ما كاينش. كاين تسهيلات، كاين تسهيلات، ولكن كنديروا تسهيلات، ورحنا ان شاء الله المسطره بدينا فيها، والامور راهي كتحرك، والمداخل راهي غاديه، ونقول لك ان شاء الله من العام الجاي راه غادي هذا باقي استخلاصه، راه حنا غادي نتخطوا في واحد المجموعه الخطوات لاجل باش نتغلبوا على هذه الاشكاليات. كلهم خبرناهم، كاين اللي درنا له الحجز، كاين اللي ردنا له الحجز، وكاين اللي جا خلص، وكاين اللي راح نقسموا له. هاد التسهيلات كاينه، وكنتعاملوا مع والله احسن عجبت في واحد الظرفيه اللي جات الظرفيه مازمه ومصغيره، ولكن التسهيلات كاينه. هي اعاده الانتشار تاع الموظفين، هي اعاده الانتشار تاع الموظفين. كاين كاين كفاءات، كاين واحد المجموعه ديال الكفاءات، كاين ناس اللي ما كانوش خدامين، كانوا مكلاسيين، كانوا يديروا والو، راه شهر 11 كان انا واحد المجموعه ديال الكفاءات، شهر 11 شهر 11 واش يعمر عقل الازدياد يا اخي؟ واش شهر 11 يعمر عقل الازدياد؟ راهم كاينين عندنا واغلبيتهم. اي شهر 11 يعمر عقل الازدياد؟ اي شهر 11 مريح في البيرو ما يدير والو، وما يمكن ليناش. وتمشى كنخلصوا حنايا نتاع الموظفين، راه 4 الملايير و600 يا اخي في العام، راه بعض الملايير 600 وزيد الترقيات وزيد كذا وزيد هادي، ولكن واش مردوديه؟ وحنا خصنا دوك الجامعه راه ولات مقاوله، واش كاين الربح واش ما كاينش؟ انا من كنقول مقاطعه، انا مقاطعه عندي فيها 30 موظف، و30 موظف شحال كتسالك في الشهر؟ شحال مليون؟ 40 مليون في الشهر حتى 50 مليون في المثال، وانا كنعمر عقود الازدياد، عقود الازدياد بزوج دراهم، وهذيك الزوج شحال كان عقد الازدياد انا بالنسبه لي راه كيتقام ليا باش نعطيه للمواطن بحال كنعطيه لهم 500 درهم. انا هكا نحسب، انا مواطن ذاك الازدياد اللي كيعمر ذاك الموظف بحال اللي يتقام عليا ب 500 درهم، واحد موظف يعمر عقود الازدياد. وحنا مقاطعه فيها قلت لك هذه هي عمليه حسابيه، نعطيك مثال الاسواق، نعطيك مثال سوق الجمله، وكيدخل 550 600 650 واحد العام اللي وصل 700 مليون من 91 هنا ما عمرو داز 550 600 شحال عندي من موظف نخلص الضوء ونخلص الماء بشحال تيشيط ليا ها يدير عمليه حسابيه علاش هذا اشكال راه ما يمكنناش الا ما فكرناش في التنميه نتاع الجماعه وما فكرناش فيها جميع واحد الموظف والدور شكون اللي يلعب الدور هو الموظف راه الموظف هو اللي كيلعب واحد الدور اساسي في التنميه ديال الجماعه راه هو اللي كلشي مبني على الموظف راه الا باغي الموظف يزيد لقدام معاك راه يزيد لقدام باغي الموظف يرجعك المشاريع يرجعك المشاريع ولكن شنو نقول لك انا حنا ما كاينش المشاريع راه المشاريع ما كاين كاين لقدام اللي باغي يتجر معنا مرحبا اللي ما باغيش يتجر معنا اخي راه ما عندي ما غادي ندير له وفضينا عادية سي محمد
لأنه هو جاوز يتقبل المهمة مثلا. قلت في القفاء لما مجموعة الأعضاء أنا كتبت لي شوف الأمور عادية عادي الأعضاء في جو الجميع حقاش ليش ممتلين. أنا ما فهمتش علاش ما تكلموش على المجتمع. كاين شي بعض الأشخاص لا في المجتمع المدني لا غير المجتمع المدني وكيقيلوا في الجماعة كيقيل في الجماعة داخل خارج وكاين بعض المرات يجتمعون في البيرويات. هادو عاديين ماشي عضو ما عضو راه عنده الصفة موظفين وأنا أتحمل مسؤوليتي كنقول هادشي وكنتحمل المسؤولية ديالي وقلتها حتى الإخوة بالنقابة يقيلوا معاهم في البيرويات جالسين. ونزيدك واحد المرة النائب ديالي مشى لواحد المقاطعة لقى مواطن جالس في الكرسي نتاع الموظف هنا والموظف جالس هنا. هذه دارت مقاطعة وكتوقع عندنا هنا في الجامعة. أنا غير مستشار أنا دائما الأعضاء كنحذرهم كنقول لهم أودي هذه أنا دائما كنوجههم كنقول له راه كاين الحدود اللي ما تجاوزوهاش كاين حدود اللي ما تقدرش تجاوزها والحمد لله ما الأعضاء نتاعنا كيتفهموا كيتفهموا هذه الأمور. ما يمكنلكش تجي تعطي تعليمات للموظف ما يمكنلكش تجي إلا كان عندك شي مشكل ولا كذا إلا من خلال العلاقة وما عندهم علاقة مع الموظفين كيجي خاص هذه خاص هذه خاص هذه خاص هذه ولا يسجل الطلب نتاع ذاك المشكل اللي عنده في المدينة ولا كذا ولا هذه ولا. ولكن أنا نقول لك تجاوز الحدود ما يمكن لهاش يتجاوز الحدود ديالو. وكان الطرف الآخر ديال الموظفين قلت لي هما كيستقبلوا ناس اللي كيخدموا أجندة معينة وكيجيو ويدخلوا ويجلسوا وكيديو اسرار من الجماعه. بعض المرات تلقاوهم في شي مواقع وكذا. انا بالعكس انا ماشي ضد الاسرار. احنا شنو في اطار واحد الشفافيه انا واضح واحد الشفافيه انا وليت تضرب كنقول لهم قلت حتى المصلحه على المصلحه العلم كنت قلت له شو اي حاجه علقوها في الاطار له اي حاجه اعطوها بينها للراي العام تكلمونا على الغزوة غادي نوصلوه ما عندنا غادي نوصلوه على مجموعة الأمور. ولكن كان وثائق اللي ما يمكنلكش التسرب يا أخي من داخل المؤسسة لحقاش يقدر يجي واحد طرف آخر اللي يولي يدعيك. وهاد الوثائق اللي كيتسرب شكون اللي كيسربهم إلا السيد اللي راه قريب إلا ذاك الموظف وذاك الموظف ما يمكنلكش تستغل المنصب ديالك داخل الجماعة وتخرج أسرار أو تخرج وثائق اللي ما خصهاش تخرج. أنا شوف مع الأسف هذه القضية ضارت وتكالت ولكن هذا الشيء ما كانش وهذا الشيء نقوله ونتحمل المسؤولية ديالي. هذا الشيء نقوله ونتحمل المسؤولية ديالي وسموا السيد كاع سموا السيد ودام ليه. أنا خلصت من رزقي والموظف راه موجود اللي أعطيته الشاك مشى خلص السيد راه موجود الموظف هو السي محمد بوغرارة. أنا عطيته الشاك ومشى خلص الناس اللي كيسالونا اللي كنا نمشيو للأعضاء من كنكملوا الدورات ولا نكملوا ومن حقنا شوف وراه من حقنا ناكلوا الأعضاء نكمل الدورة من حقنا ندير لهم الغدا ولا ندير لهم العشاء من حقنا. كاين أرتيل كاين فصل علاش درنا داك الفصل في الماكلة وتصوتنا عليه علاش كاين الفصل في الميزانية انت هذا الاطعام ومحدد ومحدد ما الاعظم كي تكون دوره دار شي عادي. ولكن مع ذلك انا خلصت من مالي الخاص والسي بوغرارة محمد انا عطيت له الشاك ديالي ومشى خلص. ولكن مع الاسف يقولوا وانا المره ملي كاينه واحد الاتفاقيه مع المجلس العلمي السي حباني نتاع هذا الاطعام نتاع الطعام مع ديك الشركه اللي كاينه مع دوك الفقهاء اللي كيديروا هذا الشيء نتاع القران في رمضان وكذا وهذه والاخر فيها 7 المليون. انا لقيتها مع الدكتور عواد كاين هذه الاتفاقيه وباقي الاستمراريه ديالها واش نقول لهم ما نستمرش فيها
ولكن بالنسبة كان هذه أرتيكل بوحدها، هذا واحد الفصل بوحده، ولكن كان الفصل نتاع الإطعام نتاع المجلس، واللي من حقنا من حقنا ما يحيد ليش هو نقابي ولا موظف ولا كذا، ولا ما عندوش الحق، ما عندوش الصفة، ما عندوش حق وما عندوش الصفة. واش أنت يا واش أنت واش وليت هو أنت هو المسؤول في المثل؟ ها؟ لا ماشي معقول، ماشي معقول. واش أنت واش الجهة الوصية عليا؟ واش أنت هو المجلس الجهوي؟ واش كذا؟ ماشي معقول. إنسان الواقع هو هذا، أنا من حقي ناكل، ولكن ما درتهاش، ما درتهاش، ما درتها، ما بغيتش، أنا ما بغيتش نديرها. أنا 3,500,000 باش تخلصها أنا، وما خلصتهاش حتى جاو قالوا هما من وراء يقول سي بغرارة فوقاش خلصتها؟ نقول لك هذه قرابة 3 شهور، من اللي شهرين، بالضبط شهرين من اللي خلصتها. أنا والله تعرف هذه يا سيدي أخي، أنا كنت منيت لا موظف لا مواطن، الحمد لله مواطنين والمجتمع المدني فرحانين، باش فرحانين؟ فرحانين بالمحطة اللي كنا نحلموا بها. منين قال واحد 49 واحد اللي وقع ولا 36 ضرب المقص ولا 5، قلت أنا في الحقيقة أرخ علاش 50 سنة وحنا ننتظروا المحطة؟ الناس مرضات يا أخي، يمشيو يشوفوا الناس اللي كانت هذيك المحطة حداهم. جاو عندي هنا الناس تبكي تبكي، واحد يقول لك أنا مرضت، ولادي مرضوا، الأربعة الصباح الحاس، الدخان، مشاكل، فوضى، سبان، بالله لا يبقوا فيك، وعدة شكايات. أنا النهار اللي درنا المجهود في المحطة وهضروا بالزهراء، أنا كنت منيت يشكرونا ويدعمونا دعم معنوي. المشروع نتاع المحطة الطرقية قانوني، والمشروع نتاع المحطة الطرقية كانت المحطة مشات، وعبدو ربيه ونشكر السلطة الإقليمية والمحلية على المجهودات اللي رجعنا المحطة الطرقية اللي كانت دازت في المجلس السابق للمجلس العلمي، تعطات المجلس العلمي والبلدية خسرت فيها 450 مليون. ما هضروش على 450 مليون تخسرت اللي كانت تطيح بالبوكلان، ولكن جاء بدور به وقفت. ما يمكنش انا هضرت مع السي حباني الله يجازيه بخير، حتى هو ساهم ودار مجهود معنا لاجل باش نحلوا هذا المشكل نتاع المحطه. قلت له يا السي حباني انا ماشي ضدك باش دير المسجد، بالعكس انا مع المسجد ونعطيك قطعه ارضيه اللي في موقع مخير باش دير فيها المسجد، ولكن باش تطيح لي هذه البنايه في العهد ديالي نتاع 450 مليون. هما يهضروا لي على 20 مليون ولا 30 مليون نتاع الاصلاح نتاع المحطه، 450 مليون كانت غادي تطيح بالبوكلان. درت رساله وقفت لك الهدم باش يهدموا. قلت له الا تجي معايا وتعطينا التعويض ديال ديك البنايه ويدار محضر، باش انا في العهد ديالي اخويا ما تحسبش عليا بان مرة تهدمت في العهد ديالي ونولي انا محاسب. جينا درنا مجهود والله خلف على ناس اللي بعدوا ساهموا بمالهم الخاص في ديك المحطه، كاين اللي ساهم بماله الخاص، العماله ساهمات، وحنايا ضروري واش حنايا موالين المحطه، ما يمكن ليناش نخدموا فما، ما يمكن ليناش نساهموا، ما يمكنش. وحلينا كان هذاك بؤر نتاع المشاكل فين كانت المحطه التاكسيات والمحطه الكيران، ولكن درنا واحد المجهود. هذاك راه حول متحقق، حول متحقق في هذه المدينه هذه. ولكن انا دائما كنقول اعداء النجاح عندنا في هذه المدينه، اعداء النجاح، باش انا نجيب المحطه، والمحطه قانونيه، واللي يقول غير قانونيه كاين جهات معينه يمشي يدير داك الشيء اللي باغيه يديرو. بالنسبه لينا حنايا حلينا مشكل المدينه، مشكل المدينه عيب وعار نقولوا بركان ما عندهاش محطه طرقيه، عيب وعار نقولوا المحطه الطرقيه ما عندش بركان، بركان معروفه عالميا بالليمون ديالها، بالابطال ديالها، بالاطور ديالها، ونقولوا المحطه عندنا شارع عندنا محطه، ونضحكوا ونبقاو في المواقع وكذا وهذه 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 والاخر، ونخلطوا ونبقاو نتهموا الناس غير ب... ها على شحال 30 مليون ولا 20 مليون اللي خسرتها كاع الجماعه ولا كاع 40 مليون. انا بالنسبه لي لا شيء، ولكن مشروع انا هذا كنعتبره مشروع راه قيمه مضافه لهذه المدينه هذه، الا ان شاء الله مع المده وهذه والاخر محطه مؤقته.
مع المده ان شاء الله اللي راه حنا كنشتغلوا على سوناكوس، اللي سوناكوس اللي راني شرت لها في اللقاء التواصلي، اللي اللوبيد العقار، اللوبيد العقار اللي عرقل سوناكوس ما كانش اللي هضر عليه، راهم يعرفوه، كاين الناس اللي كيعرفوه، اللي حاطين عليها ملفات نتاع ار بليس 6، ار بليس 6 ما تكلم عليهم حد. ايوا مشيو تكلموا على هادو، ولا هادو كان الطرق كيفاش كيشتغلوا، ها ما كانش اللي يهضر عليهم للاسف. المزاره 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 هذاك مشكل، واش مشكل انا اللي بلعت المزاره؟ ولكن فيها الخير المزاره، اللي مشاو داروا فيديو المزاره ما صالحاش، ما كذا ما هادي، واش سدت المزاره جات لجنه. انا النهار اللي كان لونسا تقول لك اودي المزاره في حاله صحيه مزيانه، انا راني غادي. النهار يا اخي اللي جات لونسا قالت لا اودي الرئيس انا ما يمكنليش نطبع، انا واش غادي نمشي نحل المزاره؟ دار فيديو بصح جات لونسا قال كاين هذه كاين مشكل، بصح في الحقيقه راه ماشي شي مشكل اللي كان، كان مشكل ديال الماء، كان مشكل تاع ذاك الاخر راسين اسمه هذه، قال لك اودي خصو يتقال. سدينا قلنا غادي نديروا واحد الاصلاحات، ابسط من بعد فكرنا قلنا اودي علاش غادي نديروا هذه الاصلاحات؟ اللهم نديروا مزاره في المستوى، نديروا مزاره في المستوى، واللي ان شاء الله غادي تكون عندها اكريمو ديالها، واللي غادي تكون ما بين اربعه د المجازر اللي في المغرب، هي المزاره ديالنا وبتنسيق مع لونسا. واحد المجموعه د الملاحظات داروهم لنا واللي راه حنا نشتغلوا عليهم، واللي حنا درنا جوج الصفقات، وحده فيها شي 35 مليون، وحده فيها 100 مليون اللي اشتغلنا بهم، هذوك اللي اشتغلنا فيهم. الداخليه عطات 150 مليون، لونسينا الصفقه، ولكن اللي كيقول لك اودي راه خدموا قبل ولا داروا ولا كذا ولا ما لا الله، راه حنا عاد لونسينا دوك 400 مليون، واحد المارشي فيه 400 مليون نتاع التجهيز وديال كذا وديال هذا، واش غادي نمشي ندير التجهيز انا قبل ما تبان الصفقه؟ وهذا المقاول يا اخي يقول لي هذا المقاول غادي يجي يخدم معاك، وهو الصفقه مازال ما دارتش وغادي يغمر معاك ب 150 مليون. انا الا بغى يساهم معايا في سبيل الله فين كاين المشكل؟ الا شي مقاول باغي يساهم في سبيل الله فين كاين الاشكال؟ ولكن انا كانش اللي غامر معاك الا ما كانتش الارضيه موجوده، الا ما كانتش الارضيه موجوده، وحنا المارشي دار وان شاء الله الصفقه مشات للمصادقه، والسيد راه غادي يدي لور سيرفيس ديالو ويبدا يشتغل، وحنا مازال ان شاء الله واحد الشهرين كاع غادي نساليوها، ونصير المارشي اخر نتاع التجهيز. وفي اقرب الاجل ان شاء الله غادي نفضوا المزاره، ويقول لك السندات وكذا وهذه راه كاين مسطره لا عند لا عند الاخر. انا شوف انا ملي قلتها المره اللي دازت ونقولها اليوم، انا اتحدى شي واحد قلت له روح خربق معايا، ولا روح دير داك الشيء اللي نقول لك. انا بالعكس انا كاين رؤساء المصالح اللي قلت لهم شوف الله يخليكم، انا بغيت رئيس مصلحه ولا رئيس قسم اللي يشوفني انا غلط، انا ماشي اداري، انا ما كنديرش الاداره، في وجهي يقول لي الرئيس لا انا هذه ما نديرهاش راك غلط، لحقاش هذه راه القانون كذا منا منا منا، واش نمشي نوطا نقول له لا وطا في القانون وخربق ودير لي هذا القبل؟ لا بالعكس انا كنمشي في اتجاه تاع الموظف، علاش بغالي الخير ونصحني، وما عاد كيقول لي هو انا جبت عندي مستشار قانوني، انا عندي مستشار قانوني ديالي، ولو بعض المرات كيكون شي اشكال انا نقدر ما نتفاهمش مع رئيس مصلحه، ولكن كنلغى على مستشار قانوني وكنلغى على محامي كل اسبوع، وكنجيبوا كاع دوك الملفات اللي وقعنا فيهم اختلاف، وكنجلسوا عليهم وكنجلسوا عليهم وكنتذاكروا وكهذه والاخر وهذه ونشوفوا، وبعض المرات كنوصلوا للحلول، ما وصلناش للحلول لكن اجلوا وهي هذه، ولكن انا ما يمكنليش نخلط ونبقى نخلق بحال راني خدام في الفيرما ديالي، ولا راني خدام في بعض المرات كيجي شي امور طارئه، عندك غدا زياره ملكيه في الميثاق والزياره الملكيه، ولا عندك كذا ولا عندك هذه ولا، واش غادي تنتظر؟ راه لابد خصك دير تدخل استعجالي، ما يمكنلكش تبقى عاد ندير كذا وندير هذه كتوقع، نقول لك ما كتوقعش، كنجيبوا الصباغه كنديروا كذا وكنخدموا ولا نجيبوا لي درابو عاد نوليو نديروا المسطره، هذه امور عاديه، ولكن كاين لي فورنيسور هما باينين اللي كيشتغلوا معانا. انا ما جبتش انا شي فورنيسور جبته جديد ملي جيت انا لهاد الجامعه، جبت شي فورنيسور شي شركه جديده يقولوا راه ديال ابراهيمي ولا ديال الرئيس ولا ديال كذا، انا دي فورنيسور اللي لقيتهم يشتغلوا معاهم بقيت انا ما جيت حتى ما حيدتش هذوك لي فورنيسور ولا دوك الشركات اللي كانوا يشتغلوا مع الجامعه، ابقوا هما اللي بقوا مستمرين مع الجامعه. علاش؟ علاش انا هاد الناس خدامين كيديفريو سلعه وكيشتغلوا مع الجماعه، مسائل مضبوطه معقوله، والموظف ضابط حوايجه وكيخدم الخدمه نتاعو، علاش انا غادي هادشي ما واش غادي نقول لك؟ انا اخي شوف انا اول رئيس من حق الرئيس يتمشى في سياره الجماعه،
انا مازال ما مشيتش للبرلمان وما ديتش شيمي في الجامعه، مازال ما مشيتش للبرلمان وما ديتش شيمي في الجامعه. قاش ما هو البارح مشيت جلست مع المدير العام نتاع الماء والكهرباء، مجموعه المشاكل اللي حليتها معاه ديال المدينه. السيمانه الجايه عندي مع وزير الاسكان، قبل كان عندي مع وزير التجهيز الداخليه. انا كنخدم كنائب برلماني في نفس الوقت رئيس الجامعه، وكنخدم المدينه كرئيس الجامعه. كنائب برلماني كندافع على الدور ديال البرلمان راه واضح، ولكن كندافع على ما كنمشي وكنهزو نكملو الجلسه ديالنا، وكنقيلو نجاره ومع الوزاره ومع الداخليه مع كذا مع قضيه الغازوال. انا اتحداه الا كندير الغازوال في الجامعه، عندي البطاقه نتاع الغازوال كندير بالبطاقه ديالي ماشي للجامعه ديال البرلمان، ما كنديرش بالبطاقه، ما كنديرش الغازوال ديال الجامعه، وبالحق كندير الغازوال ديال الجامعه، ومن حقي نديرو نمشي به الرباط، ماشي هو الجهه اللي حاسبني. قالوا ما عادي، انا من حقي ندير السياره ومن حقي ندير الغازوال ديال الجامعه، راه رؤساء كامل المغرب كيقيلوا كيقيل الحوس، ما حنا كنقيلوا نتمروا من 8 الصباح ل 12 الليل، من 8 الصباح ل 12 الليل. هذا الشيء اللي كان خصو يديروا بعض الموظفين الله يسمح لنا وليهم، اللي كان الانسان ما ضبطش التوقيتات ديالو، ما محلش حتى الخلصه نتاعو، الخلصه نتاعو ما محلاش، 8 السوايع نتاعو ما كيخدمهاش، خدم غير 8 السوايع، كاين اللي ما خدمش حتى 2 السوايع في النهار ما كيخدمهم على الاسف. هذيك كنت اشرت لها حتى في اللقاء اللي داز بالنسبه للصفقه، راك شو كان اتهام حتى بالنسبه للصفقه، حنا عطينا صحابنا عطينا كذا الصفقه شاركوا فيها 8 تاع الناس 10 الناس، هي فضحنا في ديك الوقيته شي 4 الصفقات ولا 5، نقول لك واش شاركوا 8 الشركات اللي شاركوا، وطحت على واحد الشركه معروفه البركانيه، شركه بركانيه معروفه في بركان، وخدمت في الجامعه انا مع المجلس السابق، خدمت معاهم مجموعه ديال المشاريع، وراه كنخدم مع العماله مع الاخر. بدات مسائل مسطره قانونيه كاع قدام صوبر، لا مشينا درنا ان بوند كوموند واحد مع واحد الشركه سميتها بدي نتاع هذا اللي داير المتابعه وهادشي ستابيليتي ولا خور كذا، واللي كانوا قالوا بينا ما حتى لذاك النهار، والرئيس مشى يجري وجاب بالعكس انا كاين شهاده، كاين شهاده ونعطيها لكم كاع وتنشروها، شهاده بالتاريخ ديالها بمسائل ديالها بالاجراءات ديالها، ولكن مع الاسف هذيك البنايه كانت غادي تطيح من 2013 وهي وقف الشافوداج، عندها الشافوداج والريحه كتخرج من تما. انا نقول حتى دوك الموظفين المساكين اللي كانوا يشتغلوا في ديك الظروف، واش باقي الانسان صحيح في الحقيقه يمشي يدوز على راسه، واش باقي صحيح ولا ما باقي صحيح؟ لحقاش كانت تما الحساسيه للميكروب طوبات كذا. انا كنت تمنيت من 2013 لهنا يشوفوا ذاك المنظر كي كان والحاله اللي كانت عليها ديك الساعه الجماعه. ما انا جاي داير صفقه وجاي باش نصلح الموظف ويخدم في واحد الجو نقي ويخدم في واحد البيرو مرتاح، يعني هذا هو المهم، ولكن داك الشيء اللي تقال راه ما كانش لا اسف. وانا نثبت لك من الوثائق، انا شوف انا هذا الشيء اللي كنقولوا غير باش ما عارف انا ما لابد كان ديك ماشي هذيك هي ماشي كذا ماشي انا اي حاجه انا مستعد نثبتهم لك بالوثائق. انا هذا الشيء اللي كنقولوا لا هذا الغازوال لا هذا الشيء ديال الغازوال لا هذا الاطعام لا هذا هادي، انا مستعد. شوف انا مستعد هادو كل ما هاد الامور انا مستعد نثبتهم لك بوثائق ونعطيك هاد الوثائق ونشرهم باش الانسان ما يتزايد عليا حتى شي حد، ما يتزايد عليا حتى شي واحد. انا واضح خدام في الوضوح خدام في الشفافيه، انا حتى الحاجه اللي درتها غلط انا كنقول غلط، انا هذا هو الطبع نتاعي. واحد يقول لا هذيك راه ماشي هي هذيك كلشي وكنحس بلا نقول غلط،
ماشي ما نخطئوش، ماشي ملائكه كنخطئوا، اللي يخدم كيخطا، ولكن انا كنقول لك هذه الامه كلها انا مستعد نتبعها لك بوثائق، مستعد نتبعها لك بوثائق باش ما لا رحنا درنا رحنا غير رحنا نوجدوا لاجل باش يكون ذاك الرب قاد، وكل حاجه كل تهمه انا كنسميها تهمه بعقيقه هذه وتهمه كاين الرد ديالها كاين الجواب ديالها واللي غادي يكون في الموقع نتاع الجماعه. حنا ما بغيناش نتسرعوا، ما بغيناش نزيد واحد نضيف واحد القضيه، قالوا انا جبت موظف متقاعد هذه نشيلها، وقالوا مشاو ل 11 الليل، انا ماشي انا اللي جبت موظف متقاعد، وماشي ضد باش يجي موظف متقاعد، بالعكس كيما مضافه لذاك جابوا الموظف اللي كان مسؤول على اللي راه مسؤول على المصلحه نتاع الصفقات، باش الانسان ما نبقاوش الواحد نوجهو شي حاجه اللي ما دارهاش انسان، انا ما جبتوش ولكن بالعكس انا ماشي ضد باش يجي هذاك السيد، لحقاش كيما مضافه علاش؟ ما كاينش الاستمرار، كون كانت الاستمراريه السيد تقاعد تلقى اللي يكون في ديك المصلحه، ولكن جابوا باش يستعن منه، جابوا باش ياخذ التجربه ديالو، جابوا باش يوجهه، ما عنديش الاشكال انا حتى الواحد نهار قال لي ودي انا جبت فلان، الله يسخر مزيان، بالعكس انا لو كان كاين حتى كاين الكونترا كتبدا الكونترا نجيبو ندير معاه الكونترا كاع هاد السيده ندير معاه الشركه ونجيبو يتعاون معايا، فين كاين المشكل؟ انا واحد اللي خدم 40 سنه ما ساهلش، ماشي واحد اللي راه 40 سنه هو خدام الجماعه، راه انسان قيمة مضافة للجماعه، ولكن غير باش نوضح القضيه، انا السيد المتقاعد اللي قالوا راه حنا درنا عليه العسه ودرنا كذا ومنا والرئيس وجابوه وخرضوا وكذا ومنا، وتقول واش راه شي كنز طلع شي كنز وقيله كاين وراه حنا بغينا نخرجوه بالليل ولا ما عرفنا، السيد جابوه للرئيس مصلحه الصفقات السي سعيد الزروالي هو اللي جاب السيد، وبالعكس انا منين قالها لي قلت له مزيان انا عجبني الحال، قلت له مزيان ويتعاون معاك وكذا وهذه 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 وراني راه الاشاره ديالكم وحاجه تعاونوا معاه ما كانش اشكال، ولكن ما يقولوش الرئيس اللي جاب، واش الرئيس اللي جاب؟ انا منين كنبغي نجيب شي حد انا نجيبه ما عندي غلط فيه، ما نديش فيه، انا باغي نجيب السيد يتعاون معايا نجيبه كاع نعطي له بيرو عندي هنا نجيبو كاع يدخل معايا هنا ويخرج، فين كاين المشكل؟ فين عندي انا بغيت نجيبو نديرو مستشار ديالي هنا انا نخلصو بمالي الخاص، فين كاين الاشكال؟ اي يمنعني شي حد؟ غير هادي باش نوضحوها لك. نعم هذا شوف هذا اشكال ماشي ديال اليوم، هذا ارث، وارث في الحقيقه انا كنعتبره ارث ثقيل، ولكن مع ذلك انا كنقول كاين تحسن كما بغى يكون الحال كدير المقارنه، انا نعطيك مثال النهار اللي جينا في 2015 بدايه 2016 كنا عندنا مشكل في الصيف الماء كيتقطع على السكان تاع بركان، على الساكنه تاع بركان كيتقطع عليهم الماء صالح للشرب، بعض المرات راه كاين اللي ما يجيلوش الماء في 12 ساعة بحال الجهة المقاومة، جهة ورطة، جهة باب، ما كاين شكايات كثار، عندي شكايات، نعطيك مثال عاود في الشتاء، كاين المشكل ملي كطيح الشتاء مشكل الور الحار، راه كاين كل شيء الأغلبية بوهديلة، تيورة، زلاخة، كيرجع لهم داك الشيء نتاع لاسين يسمو الديور. ولكن جا هذا البروجي ماشي سهل، المشروع راه كبير، راه لابد هذا المشروع ملي غادي تحطو على ارض الواقع راه غادي يكونوا اشكاليات، راه غادي يكونوا مشاكل، راه ما يمكنلكش غادي تجي انت تحط واحد المشروع في المثال نتاع المليار وغادي تقول انا غادي ندوزو في المثال في 3 شهور ولا في شهرين ولا في 6 شهور، الحمد لله ضربك راه حنا ان شاء الله مستقبلا غادي نفكوا هذا المشكل نتاع الماء عليها اللي جلسنا مع المدير العام تاع الماء الصالح للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في نهار ثلاث، على بعد هذه المشاكل وهذه اللي طرحتهم لي نفس الشيء اللي طرحنا عليه، قلت له واخا هذا المشروع كان نعمه راه ولينا في الحقيقه نقمه اليوم،
ولا لنا اشكاليه وهالاسباب هالاسباب 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 غادي نفضيو ان شاء الله غادي نتهناو بهذا المشكل تاع الاقتطاعات ديال الماء. في نفس الوقت هاد لاسينيسمو اللي تعاودت راه كاين احياء خاص تعرف كانت تما كان غير قادوس ديال السماء ما بقاش قادوس السماء ما بقى يمشي مع الاطربه بقى يمشي مع الاطربه الناس بقى دير لهم عندهم لا ميديتي في الديور ديالهم كاين اللي ما عارفش منين ولكن هو جايب بداك الماء اللي كيتسرب الحمد لله هذاك الشيء كله راه تعاود كلهم هاد الاحياء راه تعاود باقي لنا حي المقاومه اللي غادي نبداو فيه ان شاء الله في شهر 9 واحد جوج الملايين و400 اللي تزادت ضافت لنا ان شاء الله باش نفضيو هاد البنيه التحتيه نتاع هذا نتاع الواد الحار زدنا واحد 10 كيلومتر وعد هذا من المدير العام نتاع الماء لاجل عاود كاين واحد الاحياء اللي خصنا نعاود لهم الشبكه نتاع الماء باش نتفاداو هاد المشاكل هاد التسربات اللي كتقول نتاع الماء وديال كذا والاخر ولكن خصنا ترجع الحاله كي كانت راه درنا معاهم واحد البرنامج ان شاء الله في اقرب الاجل مباشره من مور العيد باش يكون هذا البرنامج باش يرجعوا الحاله اللي كانت عليها ومع ذلك انا راه تلعتهم في الخلاص ديالهم تقريبا واحد 2 ملايين و400 اللي ما كان خصهم يخلصوها في البدايه ما تخلصش ولكن راه حنا درنا معاهم الاجراءات وصيفطها لا بيرسيبسيون التريزور والتريزور راه دار معاهم الاجراءات ديال هذا تاع المكتب الوطني للصلاح للشر لاجل باش يؤديوا للجميع كتبقى قضيه تاع التزفيت والتبليط انا كنقول لك ما كانش واحد التصور ديال واحد الوقيته يا ودي غادي نعاودوا الواد الحار غادي نعاودوا الماء نطريثوا نعاودوا البنيه التحتيه عاد نوليو نديروا التزفيت والتبليط انا نعطيك مثال حي المقاومه انا حي المقاومه راه كاين مشروع تاع التزفيت والتبليط ولكن وقفتو ما نقدرش نديرو انا دروك حتى يدار لي الواد الحار الماء تعاود ولكن يدار الواد الحار من يدار الواد الحار نجيو نديرو التزفيت والتبليط شارع الاستقلال هذاك المشروع نتاع العمره باش هذا المشروع ديال العمره كاين واحد الاشكال ماشي الخدمه اللي عيانه الخدمه ماشي هي اللي مشكل اللي عيانه المشكل ديال الماء كان تما واحد القادوس راه تيزن تما واحد الكنار نتاع الماء عارفين هذا قادوس كبير نتاع لوفيس اللي كيمشي هنايا يخرج في الساقيه هنايا نتاع الكبير هذاك وقعوا باش التسربات ديال الماء بقاو يخرج ذاك الماء هما دار الغضون منين كيخرج الماء راه ذاك الغضون غادي يتقلع وتقلع ولكن راه الامور راه غادي ترجع للحاله ديالها راه غادي ترجع للحاله ديالها وحنا كنعطيو لا ريسيبسيون اخر ما كنعطيو لا ريسيبسيون لحد الان طالبين لنا لا ريسيبسيون وما يمكنليش انا درت واحد اللجنه اقليميه اللي نوقفوا على هاد الحالات كلهم اللي تخدموا وكلهم يديروا ملاحظات ديالهم وجبنا لابوراتوار اللي عاود حتى هو داير يدير الملاحظات ديالو الا كان داك الشيء هو هذاك تقاد مرحبا ما تقادش راه ما يمكن ليناش انا نعطي لا ريسيبسيون شي احد الا كانت شروط كلها متوفره ومقاده ومصوبه نعم. انا نقول لك شتا الاسواق النموذجيه اللي دارت والطريقه كيفاش توزعت زعما نقول لك واش انا والله بواحد الديمقراطيه وبواحد الشفافيه اللي تحصات السلطه شوف وانا نشكر لا السيد الباشا لا القياد لا الاعوان تاع السلطه لا على المجهود اللي دار انا بداتي صراحه انا في البدايه كان يجيو عندي شكايات يقولوا لي فلان راه عطاولو وراه ما يستحقش وكذا وهذه وهذه كنسجل فلان عطاولو كذا وراه عطاولو واحد المقدم عطاولو كذا عطاولو هذه وكنسجل عطوني الاسماء مشيت قلت مع السيد الباشا قلت له السيد الباشا انا عندي شي شكايات الله يخليك بغيت نعرف هذا القضيه نتاع هذا الاحصاء كيفاش راه كيدار حتى جبدوا لي الصور نتاع السيد حتى واش كان يبيع والسيد كان يبيع في المثال اللي صارتك لها واش كان يبيع كان يبيع الدليعه كان يبيع البوبوش واش كان بالصور كيقول لي الراجل قلت له شوف انا هذه الخدمه اللي درتوها ما عنديش فين نزيد نتكلم هادو كلهم داروا الاحصاء نتاع الناس اللي كانوا يبيعوا بحال نعطيك مثال بايو اللي كانوا يبيعوا باع الجائلين اللي كانوا يبيعوا كلهم الجائلين والاخر كاين احصاء ديالهم
بالسيف فاش زايد، فين ساكن، الحاله العائليه ديالو هكذا، واش خدام على والديه، واش كذا الاقدمي، هذا الشيء كله كاين، وحنا مستعدين نعطي لكم هذا الشيء. انا حتى شوف حنا مستعدين، لا انا لا السيد الباشا، نعطي لكم ملف من البدايه ديالي الى النهايه، نعطيوه لكم مستعدين، ما عندناش اشكال. حنا قلت لك شوف رحنا في المحيطر واحد الشفافيه وواحد الوضوح اللي ما عمره كان. المعطلين يا اخي شوف ما داخلينش، ما داخلينش، ولكن حنا اذا كنت سهله مثال، جاوا بعض المعطلين جاوا لعندي وداروا طلبات وكل شيء، وحتى السيد الباشا قلنا لهم حنا ما عندناش اشكال. كاين اللي قلنا لهم نعطيكم سلاح البركان ما بغاوش، كاين اللي قلنا لهم نعطيكم في ديك الساعه مرضو، كاين اللي ما بغاش، ولكن حنا ما عندناش اشكال نلموديها، وما عندنا اللائحه، راح نضيفكم مع هذه اللائحه، والنهار ان شاء الله اللي يكون زايده شي حاجه علاش ما يستافدوش؟ هما يستافدوا. ولكن بعض المرات الاخوه راه هنا معطلين، جلسنا مع شي اخوه كيقول لك اودي انا عندي هذا اولى، هذا اللي كان من 20 سنه هو يحوس كاروسه، انا عندي اولى، ومن بعد كانت شي حاجه لشي استفاده حنا راح الاشاره، وشركنا معنا حتى الجمعيات في اللجنه، كاين الامن، كاين الوقايه المدنيه، كاين القوى المساعده، كاين الجمعيات نتاعهم نتاع هاد الناس نتاع الاسواق، كلهم وكيتفلى ملف ملف، هذا كذا وهذه لا هذا كيفاش، وهام شحال من سنه هو يتجر، وقلت لكم وصلوا حتى للصوار، صوروا لا اللي كانوا في المارشي الفوق عند النيران الله يرحمه، لا اللي كانوا في بايو، كاين وهما ما عارفينش، هذوك الناس ما عارفينش بان راهم مصورين، مصوروا ها واش كان يبيع، كاين اللي وقع اشكاليه ولا اخر حتى جبدوا له، قالوا له انت ها فوقاش كنت تبيع، ها التاريخ فوقاش مين والى، ولكن ها فوقاش مشيت بلعت ومشيت، وها فوقاش رجعت. نقول لك انا كاين واحد قمه الشفافيه، قمه الوضوح، وانا بهذا المنبر زعما كنت نشكر السلطه المحليه ولا السلطه الاقليميه والقيد والاعوان على المجهودات ديالهم صراحه، على المجهودات اللي دات. انا بداتي وقت في البدايه كان عندي هذه الملاحظات وكان عندي هذه الشكايات، ولكن منين شفت الطريقه كيفاش حصاو، ومن بعد بقيت نحضر انا عاود في اللجنه، الا بعض المرات كيكون عندك التزامات كيحضر عاود السيد النواب الدولي، ولكن الطريقه بواحد الشفافيه، وقعت حتى اعضاء، كان اعضاء ديالنا قلت له ودي راه الامور راه ماشي هي هذيك وكذا وهذه وهذه، وهزيته ومشينا وطلبت السيد الباشا، ودارنا اجتماع، ودار اجتماع عند السيد الباشا، السيد الباشا انا الاعضاء هاد الخوت راهم كيقولوا ناس استافدوا وما من حقهمش يستافدوا، بغينا نعرفوا هاد، وجا السيد الباشا وجبد الميك وجبد كذا، وبدا معاهم وبدا يشرح لهم وبدا يوضح لهم هادي 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 هادي، والاخوه الاعضاء اقتنعوا، قلت له ما عندنا علاش غادي نكون جدا نتكلم. انا واش نقول لك، نتمنوا لهم عشر مباركه وعيد مبارك سعيد، ونتمنوا توفيق للجميع، واللي بغينا هو نديروا يد في يد لاجل باش نزيدوا بهذه المدينه القدام. بصراحه الحمد لله كاين مشاريع، كاين سلطه اقليميه في شخص السيد العامل اللي عنده واحد حسن نيه واللي باغي يشتغل واللي عنده واحد الغير على هذه المدينه، وصراحه وهذه هي الفرصه، انا كنقول هذه هي الفرصه الوحيده اللي نديروا يد في يد، لا حنا لا السلطه لا المجتمع المدني لا الموقع لا الزوار ديال الموقع بركان 49 لا الجميع، لاجل باش نزيدوا من هذه المدينه نتاعنا ان شاء الله القدام، بغينا باش من 2021 تكون مدينه في وجه اخر ان شاء الله بحول الله، وغادي نوصلوا لهذا الشيء ان شاء الله. شكرا الله يحفظكم.